ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي واينت. مشاهدينا الكرام، إنه ليوم حزين على شعبنا اليمني الذي يمر في أسوأ مراحله وأسوأ مرحلة تاريخية. وضع مأساوي، وضع متردد للغاية. كل يوم نسمع هنا وهناك دماء يمنية تسفك في كل محافظة وفي كل مديرية وفي كل عزلة وفي كل مكان. يحز في القلب عندما نشاهد صورا للدماء اليمنية وهي تسفك، يحز في القلب ويعز علينا أن نرى أبناء الشعب اليمني يقتلون وأيضا دماؤهم تسفك وكذلك منازلهم تفجر. اليوم تعرضت قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج لهجوم إرهابي صاروخي غادر يعتقد بأنه بطائرات مسيرة حوثية. شهود عيان سمعوا دوي الانفجار، وكذلك الكثير من الناشطين صوروا، وأيضا الإعلاميين صوروا ما حدث في قاعدة العند الجوية، وصوروا هول وفداحة الجرم المرتكب بحق أبناء اليمن، أبناء الشعب اليمني الذين ينتمون لهذه التربة الطيبة والطاهرة. وصور مأساوية، صور يعني تجعل من الطفل يشيب، وأيضا تجعل من القلب يحزن ويبكي ألما وحسرة على ما يحصل لأبناء بلادنا. أيضا هنالك مصادر أكدت أن هنالك سقطوا العديد من الشهداء والجرحى جراء هذا الهجوم الإرهابي والغادر. الكثير من الناشطين أيضا خرجوا بمنشورات وأيضا تغريدات عديدة تحدثوا حول هذه الجريمة وحول الجرائم المرتكبة التي تعمل ميليشيا الحوثي على ارتكابها، وأكدوا أن هذه الجريمة تضاف إلى السجل الإجرامي المليء لجماعة الحوثي، والذي إلى حد اللحظة لم تستنكره ولا لم تدينه المنظمات الدولية ولا المجتمع الدولي. هي جرائم بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. جماعة الحوثي تشن عدائها على أبناء الشعب اليمني، سواء من شمال الوطن أو من جنوبه أو شرقه أو غربه. هي لا تفرق بين أحد، كل همها هي أن تسعى لبسط نفوذها على سائر تراب هذا الوطن الغالي. نتابع مشاهدينا الكرام ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بعد فاصل قصير تكرما ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن حول ما حصل في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، وأيضا خرج الكثير من الناشطين بالعديد من التغريدات وكذلك المنشورات، أيضا صور عديدة وفيديوهات كثيرة أرسلت إلينا وأيضا ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قام بتصويرها العديد من الناشطين وكذلك المجندين في قاعدة العند الجوية، أظهروا هول وفداحة الجريمة التي تم ارتكابها والتي راح ضحيتها العشرات ما بين شهيد وجريح. أول تغريدة لأرسنال السليماني الذي كتب وقال: جثث متفحمة وأشلاء متناثرة من قاعدة العند العسكرية بعد استهداف دفعة التخرج للواء الثالث للقوات الجنوبية بصواريخ أطلقتها ميليشيا الحوثي الإيرانية، ونعتذر لبشاعة المحتوى. أيضا فكري العرشي كتب حول الجريمة التي تم ارتكابها اليوم في قاعدة العند وقال: صور من ضحايا الإرهاب الحوثي الإيراني الذي استهدف قاعدة العند بصواريخ بالستية صباح اليوم. صورة لطواقم الإسعاف لمستشفى ابن خلدون بمحافظة لحج وأمداد من مستشفيات عدن. تحدثنا مرارا أن ميليشيا الحوثي تسعى إلى تحقيق انتصارات وهمية لنفسها باتخاذ سياسة الغدر، الحل بهزيمة هذه الفئة الباغية. وهنا أيضا تغريدة أخرى ليحيى أحمد الذي كتب وقال: المنظر مؤلم، ولكن هذا وضعنا كمسلمين. ميليشيا الحوثي تقصف قاعدة العند وضحايا بالعشرات، إرهاب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. طبعا سنسمع التنديد والاستنكار وبيانات شديدة اللهجة وما في حكمها، لكن الحقيقة تبقى أن لولا بريطانيا
وأمريكا يقفان خلف التنظيمات الإرهابية، ما حصل ما تروه أمامكم. إذا مشاهدينا الكرام، عزاؤنا لأسر الشهداء الذين سقطوا ضحية لهذا العمل الإجرامي، العمل الإرهابي الذي تدينه الأعراف وتدينه الأسلاف وتدينه العادات والتقاليد وتحرمه وتجرمه القوانين وكذلك المحلية والدولية. هي رسائل عديدة أطلقها العديد من الناشطين والإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للمجتمع الدولي بتنديد هذا الجرم ومحاسبة من ارتكب هذه الجريمة الإرهابية، كون العمل إرهاب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خارج عن الأنظمة والعادات والتقاليد والقوانين والأعراف والأسلاف، عمل إرهابي. يعني هذه الجريمة هي تضاف إلى السلسلة من الجرائم، إلى سجل من الجرائم، ليست الجريمة الأولى ولن تكون الأخيرة. الحوثي لا يؤمن بالأمن والأمان والسلام، وأيضا يسعى لرأب الصدع أبدا، يسعى لتأجيج الفتنة لسفك المزيد من الدماء اليمنية، لا يستطيع أن يستريح أو أن يستكين دون أن يرى دماء يمنية تسفك. وأيضا الجرم الأكبر في الأمر أنها تتباهى بارتكاب أي جريمة، ما تتباهى بعدها بإظهار الصور وكذلك المقاطع الفيديو التي يعني تجعل من أبناء الشعب اليمني يعيشون في حالة استفزاز، تستفز الشعب اليمني بأفعالها وتصرفاتها في ظل غياب تام للمجتمع الدولي. أيضا مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى موضوع آخر وهو محاولة الجماعات الإرهابية المتمثلة بجماعة الحوثي والإخوان المسلمين تشويه التاريخ وكذلك حرف مسار التاريخ من خلال الأعمال التعسفية التي تقوم بممارستها تارة بتشويه وكذلك بمحاولة المساس بتاريخ الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله عليه، الشهيد الذي كتبه التاريخ بأنصع حروفه وبأحرف من نور وبأولى صفحات التاريخ الذي سيذكره الأجيال جيلا بعد جيل. لكن هذه العصابة تحاول أن تمحو هذا الاسم، ومهما حاولت ومهما يعني سعت إليه لكنها لن تستطيع أن تغير من هذه من أعمال الشهيد الإيجابية وكذلك من تاريخه النضالي والحافل بالعطاء والإنجازات. مصطفى السيد كتب حول هذا الموضوع: في العام 2011 حاول الأخوان استخدام اسم عفاش كإساءة للزعيم علي عبد الله صالح وللمؤتمرين، فتحول هذا الاسم لمصدر فخر واعتزاز لكل محبي صالح رضوان الله عليه، وبات محبيه اليوم يطلق عليهم العفافيش ويعرف أنفسهم بهذا الاسم. اليوم الحوثي يكرر ما فعله شركاؤه في الساحة ظنا منه بأننا سندفن رؤوسنا في الرمال ونشعر بالحرج، والوثائق التي ردت بها قبائل سنحان التي تثبت نسب عفاش الحميري هي نفسها الوثائق التي استدل بها الأخوان وقناة سهيل في العام 2011 لإثبات أن اسم جد علي عبد الله صالح عفاش، حين اعتقدوا بأن إثبات مثل هذا الأمر يسيء لصالح ولأسرته العفيفة الطاهرة المباركة. لم تجد هذه العصابات وهذه الجماعات المتأسلمة وسيلة يعني تشويه وكذلك لمحاولة محو اسم علي عبد الله صالح. حاولوا مرارا وتكرارا، اختلقوا الأكاذيب، يعني لفقوا التهم بحق الشهيد علي عبد الله صالح، لكن لم يستطيعوا أن يؤثروا ولا أن يغيروا من حب هذا الرجل في قلوب الناس وفي قلوب أبناء الشعب اليمني بشكل عام. بل الوضع الحاصل والوضع الراهن يجعل من أبناء الشعب اليمني يتمسكون بحبهم ويوفون بحبهم لشخص علي عبد الله صالح رحمة الله عليه. لم يستطيعوا حتى إصلاح ما بناه الشهيد علي عبد الله صالح في أثناء فترة حكمه، بل على العكس دمروا، وأيضا وتفاخرون اليوم بافتتاح المقابر، بافتتاح الأماكن التي يعني كانت ساحة وهي ساحة للقتل وللتدمير وللدمار، هذا ما يتفاخرون به. أما أن يبنوا المشاريع أو أن يعملوا حتى على إصلاح ما بني، هذا محال في قاموسهم وفي نهجهم. نورا الجروي أيضا كتبت وقالت: لروحك السلام والرحمة، وكل عام وأنت باق في قلوب جميع الأوفياء الصادقين أصحاب المبادئ والقيم والنخوة، إلى جنة الخلد أبا عوض ولا نامت أعين الجبناء. إذن هكذا كتبت نورا في حق الشهيد الوفي الشهيد الأمين الذي أصبح مثالا للصداقة وللوفاء، الشهيد
عارف عوض الزوك رحمة الله عليه. أيضا حول الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله عليه كتب عبد الغني جميل وقال: خسئتم أيها المفلسون، الزعامة انتهت بعد استشهادك رحمة الله، تغشاك كل الذين يحاولون اليوم النيل منك ويشوهون تاريخك، كانوا يوما من الأيام يحلمون بالوصول إليك، وبعضهم كان متسولا وخادما على باب قصرك. أيضا كتب كامل الخوداني حول محاولة ميليشيا الحوثي لطمس الهوية اليمنية واستبدالها بهوية إيرانية، هوية مصبوغة بصبغة إيرانية، هوية يعني مستوردة، هوية خارجية. هوية الهوية اليمنية الأصيلة معروفة ومتجذرة وكذلك مؤرخة، ولكن هذه الجماعة أتت لمحاولة نسف كل شيء، تغيير الحاصل في بلادنا وجعله يعني يصب ويتجه باتجاه فكر هذه العصابة السلالية، وما كان مخالفا لفكرهم ولتاريخهم يعملون جاهدا على تغييره، وما سعيهم لتغيير المناهج الدراسية إلا خير شاهد ودليل على ذلك، بأن هذه العصابة تسعى لتشويه التاريخ ولحرف مساره عما هو معروف وأيضا وعما تم تدريسه وما تلقته الأجيال في المدارس، مدارس الجمهورية اليمنية التي أنشئت في عهد الشهيد الزعيم رحمة الله عليه. إذن كتب كامل الخوداني وقال: الدجال ومسيرة اللصوص. يعمل الحوثي جاهدا لطمس الهوية اليمنية وإحلال هوية ملالي فارس وشعارها وشعائرها وشعاراتها، وما استهدافه للرموز اليمنية وسعي لتشويههم ومحاولة الإساءة لهم إلا جزء من طمس كل هوية وتاريخ ورموز يمنية لحساب رموز ماسخة بثقافة وهوية فارس كالدجال عبد الملك الحوثي. الشيء الوحيد الذي لا يختلف عليه اثنين بما فيهم الكثير ممن يرفعون شعار الصرخة الإيرانية، وحتى أشخاص ممن ينتمون لنفس سلالتي، أن اليمن لم تعرف منذ سكنها أول بشر وحتى اليوم أكذب من عبد الملك ودجله ونفاقه وغدر مسيرته وشعاراته وأكذوبة ولايته المزعومة. وحول محاولة ميليشيا الحوثي مشاهدين الكرام أيضا تغيير الهوية اليمنية وحرف مسار التاريخ، ومحاولة الجماعة الحوثية جاهدة تغيير المناهج الدراسية، وقد فعلت ذلك حقيقة. كتب أيضا عبد الوهاب قطران وقال: استكمال ملشنة ما تبقى من التعليم العام. مدير المنطقة التعليمية بالأمانة يزور ثانوية الكويت ويعرض على الطلاب الذهاب لدورة قتالية تدريبية لمدة 50 يوما، ويقول لهم: لا تذاكروا ولا تختبروا، منسقين مع كل مدراء المدارس، ولا أحد يقلق من أي اختبار، عرفوا نتائج ضخمة أوائل وتسعينات وثمانينات. فاعترض أحد الطلاب قائلا: ما هو هذا الظلم، أذاكر طول السنة ويجي لها حاصلة. فرد عليه مدير المنطقة التعليمية بغضب: الذي بالجبهات بيحموا أعراضكم. إنه لوضع مأساوي مشاهدينا الكرام ما تمر به البلاد، وخصوصا تلكم المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وما هو غير خاضع لسيطرة هذه الجماعة أصبح معرضا للقصف والتدمير، وما حدث اليوم في قاعدة العند الجوية إلا خير شاهد وخير دليل على ذلك. هذا الهجوم هو جزء لا يتجزأ من الأعمال المرتكبة بشكل متواصل ومستمر في العديد من المناطق، مأرب على سبيل المثال أيضا محافظة الحديدة، المديريات التي تم تحريرها من ميليشيا الحوثي اليوم هي عرضة إما للقصف المستمر أو للألغام التي ما تزال مزروعة ومخبأة في العديد من المناطق التي تستهدف الآمنين والساكنين في مديرياتهم وفي أماكن سكنهم. يعني هو جرم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إذا نختتم بمنشور لأنس القباطي، وتحدث أن أصبحت البلاد وللأسف الشديد مكانا غير قابل للعيش، وأيضا مكانا لا يقبل المثقفين ولا العلماء، فبالتالي أصبح في الآونة الأخيرة والأيام الأخيرة هجرة كبيرة للعديد من المثقفين والكتاب والقراء إلى خارج البلاد، بحثا عن أماكن آمنة وأيضا بحثا عن أماكن يستطيعون التعبير بآرائهم وعن آرائهم في الكثير من القضايا. ولو كانوا موجودين داخل بلادهم لأصبحوا عرضة للملاحقة وللاعتقال. إذن كتب أنس القباطي وقال: إنه موسم هجرة المثقفين وأصحاب الرأي إلى الأرياف.
المدن صارت طاردة لهم وأصبح الجوع يتربص بهم في أزقتها. سلطات الدهماء ترى في المثقف وصاحب الرأي عدوها الأول. إذا مشاهدينا الكرام كان هذا هو آخر منشور لنا في هذه الحلقة. قبل الختام مشاهدينا هناك فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نتابعه من ثم نعود، ابقوا معنا. قصة غريبة لعالم شاب استطاع أن يبتكر آلة جديدة تستفيد منها الشركة التي يعمل بها، فما كان من شركته إلا أن كافأته على اختراعه هذا بمبلغ مالي زهيد 10 دولارات فقط. كان هذا هو ثمن الاختراع الذي ناله العالم الشاب والذي جعل الشركة تربح المليارات. فمن هو هذا الشاب وما هو هذا الاختراع الثمين؟ ولد تريسي هال في 20 أكتوبر من عام 1919 في أوغدون بالولايات المتحدة الأمريكية. وتربى تريسي في مزرعة بولاية يوتاه. في الصف الرابع الابتدائي سأل مدرس تريسي عن حلم حياته، فقال تريسي أنه يريد أن يصبح مثل المخترع الكبير توماس أديسون، وسخر منه الجميع من في الفصل. إلا أن تريسي رد عليهم بأنه لن يكتفي بذلك، بل ينوي أن يعمل في شركة أديسون الرائدة في مجال الصناعات، والتي كانت تسمى جنرال إلكتريك. وقتها كانت هذه الشركة تحقق نجاحات كبيرة ولا تسمح للكثير من الناس بالعمل بها، بل كان الانضمام إليها فخر ونجاح لمن يقع عليهم الاختيار. ركز تريسي على مذاكراته ولم يدع أي من كلام أصدقائه يحبطه. درس تريسي في ويبر كوليج لمدة 2 عامين وتزوج خلالهما بأيدا روز في عام 1941، ثم التحق بجامعة يوتاه حيث حصل على درجة البكالوريوس عام 1942، وبعدها بعام واحد كان قد أتم دراسته للماجستير. التحق تريسي بجامعة يوتاه مجددا في عام 1946 حيث حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء الفيزيائية. بعد 2 عامين فقط من حصوله على درجة الدكتوراه استطاع تريسي أن يحقق حلم طفولته، ووجد عملا شاغرا في الشركة التي كان يحلم بها في شركة جنرال إلكتريك، وأصبح عالما فيها. في تلك الأثناء كانت الشركة تعمل على أحد مشاريعها الضخمة، حيث كان العالم كله يسعى إلى تصنيع الألماس بدلا من استخراجه من باطن الأرض، إلا أن جميع محاولات العلماء لتحقيق هذا الحلم باءت بالفشل. حاول البشر على مدار مئات السنوات النجاح في الحصول على الألماس الصناعي، إلا أن الألماس كان رديئا جدا بالمقارنة مع الألماس الطبيعي. كانت شركة جنرال إلكتريك تسعى جاهدة في هذا المضمار، ولذلك سعت إلى توظيف آلاف العلماء ليتمكنوا من تصنيع الألماس في معاملها على المعدات الضخمة التي قامت الشركة بشرائها وتجهيز المعامل بها من أجل المساهمة على إنهاء هذا المشروع. بلغ ثمن بعض هذه المعدات إلى 125,000 دولار، الذي كان يعتبر مبلغا كبيرا وقتها. كانت تريسي لديه وجهة نظر مختلفة، حيث كان يؤمن بأن الشركة تقوم بالإسراف في الأمر، وأن المعدات المكلفة الباهظة ليست هي الوحيدة المسؤولة عن إنتاج ألماس صناعي بجودة عالية. ولذلك قرر تريسي أن يعرب للإدارة عن وجهة نظره في الأمر، وكان اعتقاده بأنهم يبالغون في الأمر. وعلى عكس المتوقع رفضت الشركة اقتراحات تريسي وقللت من وجهة نظره، كما رفضت الشركة أن تدعم مشروعه ماديا على الرغم من أنه كان أقل تكلفة من مشروعها الضخم. وبررت الشركة موقفها من مشروع تريسي البديل بأنها لديها علماء أكفاء يعملون على المشروع منذ زمن، وأنها لا تحتاج إلى الإنفاق على دعم وتمويل مشروع آخر في هذا الصدد. لم يصاب تريسي بالياس، وإنما استطاع أن يحصل على نفس المعدات ولكن من جهة أخرى، وفرها له أصدقاؤه. ولكنه لم يخبر شركته بأنه يعمل على مشروعه الشخصي. بمساعدة قليلة من أصدقائه ظل تريسي يسعى لإنجاح المشروع لمدة 3 أعوام متصلة دون توقف منه. وفي نهاية الأمر وخلال ليلة رأس الميلاد انتظرته أسرته معهم في المنزل لكي يحتفلوا سويا، إلا أن تريسي لم يحضر تلك الليلة إلى المنزل، فقد كانت ليلة أول اختبار لأول قطعة ألماس صناعي مصممة ومعالجة مخبريا.
وهنا كانت مفاجأة تريسي، حيث عبر قائلا عن تلك اللحظة أنه ظن أن قلبه قد توقف وأنه ذاهب إلى الجنة، حيث استطاع أن يرى نورا براق هو النور الساطع من أول قطعة ألماس صناعي بجودة الألماس الطبيعي. في اليوم التالي ذهب تريسي بكامل دهشته ونجاحه إلى الشركة التي رفضت تصديق الأمر إلا بعد أن ترى عينة من الألماس الصناعي ذلك، وسرعان ما أعلنت للعالم أجمع أنها نجحت في التوصل إلى الطريقة المثالية لصناعة الألماس في المعامل. ولكن من صدمة تريسي أن الشركة نسبت لنفسها هذا الفضل دون ذكر حرف واحد من اسمه. وكانت المفاجأة الكبرى عندما قررت الشركة بعد النجاح الباهر للمشروع وتوافد كل الشركات العالمية على شراء الألماس الصناعي أن تكافئ تريسي على مجهوده، فقامت الشركة بإعطاء تريسي مبلغاً من المال كان قدره 10 جنيهات فقط. صدم تريسي وحزن جداً وقرر أن يترك الشركة، حيث وجد أن من الإهانة له أن تتم مكافأته بهذا المبلغ الزهيد، وشعر وكأن الشركة تقلل من قيمة مجهوده على مدار 3 سنوات متصلة. ترك تريسي العمل فوراً في شركته جنرال إلكتريك مصمماً على الفوز والنجاح. وعلى أن يجعل الشركة الأخرى نادمة، أعلن تريسي تأسيس شركته الخاصة التي نجحت في تصنيع قطعا من الألماس أكبر حجما وأكثر صفاء من الألماس الآخر، بما جعل كل الشركات العالمية تشتري هذا النوع من الألماس، ولم يعد أحد يشتري ألماس شركته السابقة، وأصبحت شركة تريسي هي أكبر شركة لتصنيع الألماس معروفة حتى يومنا هذا. وصلنا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مشاهداتنا الكريمات إلى ختام هذه الحلقة ليومنا هذا، بإذن الله تعالى نلقاكم يوم غد في خير وعلى خير، دمتم مدام الوطن بألف سلامة وعافية، إلى اللقاء.